قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي يطلق عليها اسم فرخ النسر بدأت في اليوم الذاتي وستستمر لمدة شهرين. وستصبح هذه التدريبات أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في التاريخ من حيث النطاق. وأجرى وزير الدفاع الأمريكي محادثة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، عرب خلالها عن عزمهما معاقبة كوريا الديمقراطية بشكل قاس على استفزازاتها. أفادت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية أن التدريبات العسكرية فرق النسر ستستمر لشهرين حتى نهاية أبريل القادم، وستشمل التدريبات على العمليات للقتال بالمحاكاة الحاسوبية بالإضافة إلى إنزال مشترك لقوات المشاة البحرية. كما سينفذ الجيشان تدريبات تستهدف العمليات العسكرية لكوريا الديمقراطية وإزالة منشآتها النووية وقواعد إطلاق الصواريخ فيها. كما ستشارك في تدريبات العسكرية حاملة طائرات كارفينسون الأمريكية. ويذكر أن نطاق المشاركة في تدريبات لهذا العام هو أكبر مما كان عليه في العام الماضي، حيث أرسلت القوات الأمريكية عددا مضاعفا من الجنود للمشاركة في تدريبات هذا. وسيشارك الجيشان في تدريبات عزم الأساسية العسكرية المشتركة منذ اليوم الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك لاختبار قدرة عمل القوات الأمريكية في حال وقوع حوادث طارئة في شبه الجزيرة الكورية. وقد أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي هان مينكو في اليوم نفسه، حيث تعهد الاثنان باتخاذ تدابير قاسية ضد استفزازات كوريا الديمقراطية. وقال ماتيس في المكالمة إن بلاده عازمة على الدفاع عن كوريا الجنوبية وإهباط كافة المهاجمات التي تستهدف حلفائها. من جانبه أشار هان مينكو إلى أن التدريبات العسكرية ذات أهمية بالغة في حفظ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.